السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم متابعينا؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير صحة جيدة ولله الحمد مع قرب شهر رمضان المبارك. يدخل إن شاء الله بالخير وبقوة في الإيمان وتوبة نصوحة. اليوم جيت لكم على الفيديو السابق، جيت لكم تتمة. سمحوا لي راه مع المحل غيبة لكم شوية مرون، معي الله كنت جبت شي سلعة وكنت مبرد مع شي سلعة وقلت ضروري ما غندير فيديو باش تكمل، حيت هذوك العطور اللي ديال هذيك المرة ما كملتش لكم السلسلة ديالو، وباش ما نطولش عليكم عاوتاني وباش ما يكونش الفيديو طويل غادي نجي لكم عاوتاني. العطر رائع رائع، النوتات العود غاية في الروعة، عطر غاية في الروعة اللي هو بديع العود، من العطور المفضلة بديع العود، عطر راقي جدا. الناس اللي كيبغوا ريحة العود راه فيه، المهم هو اللي هذا للرجال والنساء زعما كما كيقولوا يونيسكس، وفيه خرجوا فيه واحد الشكل اخر اللي هو موف، اللون ديالو حجري موف خاص بالنساء، اما هذا ممكن يستعملوا الرجال والنساء. بديع العود، عطر رائع جدا، هذا اللي بغى يستعملو ما غيندمش. عندنا العطر الثاني اللي هو عطر ماهر، عطر ماهر، ها هو ماهر الذهبي، ماهر ذهب من شركة لطاف. انا ما غاديش نبقى نقول لكم هذيك ديال، الحمد لله راه ديما عندنا الاوريجينال، ما رضاوش غادي نجيبو شي حاجة ماشي اوريجينال. مهم عطر ماهر، حيت كاين اللي كيبقى يقول لك لطافة ويبقى يوري ويبقى، الحمد لله باينة عطر ماهر. مهم عطر ماهر من شركة لطافة، راه كيكون عنده الساشي ديالو غير كما قلت لكم مع مرون هنايا شويه، راه هو الساشي ديالو تيكون في واحد الساشي زوين، والناس اللي فيشين واخدينو راه كيعرفوا علاش كندوي. عطر راقي، الناس اللي كيبغيو العود حلو عود ولكن بواحد النسمه حلوه صراحه. عطر ماهر في واحد الابداع من شركه لطافه، ابداع رائع صراحه. والاثمنه ديالهم راه ما كت، الاثمنه ديالهم راه ما غالياش، لا هو لا بديع العود، ماهر ولا بديع العود، اثمنه راه مناسبه. الثمن ديال بديع العود هو 200 درهم، ماهر حتى هو 200 درهم. ماهر كيبقى واحد العطر اللي هو هو كيميل بزاف للنساء، ولكن حتى الرجال يستعملوه ملي كيبرد، ملي كيبرد حتى الرجال يستعملوه. عطر ماهر، عطر رائع جدا. غادي نشوفو هنا العطر الثالث اللي هو حروف، ها هو حروف، عطر رائع جدا من شركة أرض الزعفران، شركة أرض الزعفران. هاد العطر هذا من العطور الرائعة والمميزة ديال شركة أرض الزعفران صراحة، أرض الزعفران. وهادو المهم هاد العطور اللي اختاريت لكم كما تعودناكم في بيت الفخامة، ماشي غير بغينا نبيعو صافي، كتبيع وكتبيع للناس شي حاجة اللي هي عجباتني أنا أولا كتعجبني. هي الأذواق راه كتختلف ديما كنقول لكم، لا في البخور لا في العطور، العطور راه شا نقول لكم راه ما يفوق 1000 نوع او اكثر، ولكن كنحاول نختار العطور اللي كتعجبني ماشي اللي في السوق، حيت كاين شي عطور اللي هي دابا متواجده في السوق والناس كيقلبوا عليها ولكن سبحان الله ما عجبتنيش. مهم من هاد العطور هادو جبت لكم العطور المفضله عندي،
اللي فشمت الرائحة ديالهم عجبوني بهذا المعنى. عطور رائعة جدا، هذا عطر حروف من شركة أرض الزعفران، راه كيكون معاه واحد بحال الدهن ديرينو صغير وعبش بارفان رائع جدا. الحجم ديالو هذا الاستفسار، حيت المهم كما قلت لكم خاصني لا هذا نشرح لكم اي حاجه. 50 ميلي ماشي 100 ميلي، حيت كاين اللي كيشوف القرعه كيسحبها ديال 100. المهم عطر حروف، عطر رائع جدا، الثمن ديالو 180 درهم. 180 درهم. وهنا غنجي لكم عاوتاني للسطور. سطور صراحة عطر كيستاهل تشريوها شنقول البنات ولا النساء. المهم عطر رائع بنوطات ديال الفواكه، هذا ماشي عود، فيه كيفاش نقول لكم بحال كتشم ريحة التفاح الأحمر، حيت تيكون في هذا قاعدة لبعض العطور الباهظة الثمن. التفاح الأحمر كتشم فيه ريحة رائعة جدا، النساء زعما اللي جرباتو ما غتندمش عليه، اللي جربات عطر سطور وعطر راقي جدا شركة لطافة، صراحة إبداع، إبداع رائع في هذا العطر هذا، حتى الثبات ديالو. أنا صراحة أول ما سمعت عطر سطور شفته ما انتبهتش ليه، حتى كان واحد الصديق هو اللي بغاتو الأهل ديالو وكان قال لي عطر سطور، أنا نصحته بعطر آخر، رخص شوية من سطور وتا هو زوين كيعجبني مزاجي، وبقى حار وقال لي سطور بقى كيسول، قال لي راه الاهل ديالي راه بغاتو صافي غادي ناخذ لها سطور ما عندي ما ندير. وهي هذيك فاش مشيت وانا شميت صراحه تبهرني، عطر كيستاهل الناس يشريو من عندي او من بلاصه اخرى. كما دائما كنقول لكم انا غير كنحاول نوريكم العطور اللي هي تستاهل تشريوها، ما تحطوش فلوسكم غير في الاشهارات، ناس داروا اشهار بغاو يشهروا عطور او بغاو يشهروا قناه او محل وغتشري من عندهم عطر كما لا ما نعرضش عليكم، حيت كنشوف هادشي هذا بزاف في البخور وفي العطور، كينشروا اي حاجه ويبقاو يسوقوا لها. لا العطر هذا يستاهل، عطر سطور عطر رائع جدا. اما شي حاجه اللي ماشي غادي اللي غنوريكم كما قلت لكم ما اللي شي حاجه ما غتستاهلش، بغيت غير نشوف غير شي مثال هنايا عندي في المحل ما لقيتش، بغيت نشوف شي حاجه اللي كما قلت لكم الحمد لله جامع غير العطور اللي هي نشوفوا في المثال هذا. ما صراحه فاش كنت درتو غير تيستور زعما كنجرب به ما بقيتش، هذا ها هو امير العود اللي كتشوفوا ها هو. لا ثبات لا فواحات والو صراحة، زعما كتحطو اصلا في البداية ديالو ما فيش عطر هاو امير العود، هذا زعما دارو عطر امير العود الثاني هذا من لطافة، حيت كان داك الاول ولا الثاني مع الديودوكو ديالو. عطر ما يستاهلش نتكلمو عليه صراحة، عطر ما يستاهلش. مهم ها هو سطور، عطر سطور راه عطر رائع النساء الى فاو كما كنقول لكم انا يشريو من اي بلاصه، المهم راه عطر يستاهل انكم تشريو. وكما كنوصيكم ما هذا عطر في فواحان وثبات تقريبا ساعتين او ثلاثة السويع فهمت، هذا فواحان ثبات كيبقى مدة اطول، عطر رائع من شركة لطافة، الثمن ديالو
180 درهم، 180 درهم. عطر سطور، عطر رائع جدا. هنا غادي نمشيو للأجود، أجود هو العطر الرابع عندنا، عطر أجود، العطر الخامس. اسمحوا لي عفوا، دوزنا بديع العود، ماهر، حروف، سطور. ها هو عطر أجود، عطر رائع جدا من شركة لطافة، إبداع رائع، 60 ملي أجود. مهم، يسهل تا هو الشراء. بغض النظر على العبوة ديالو زعما على، ولكن كيبقى عطر يسهل الشراء، عطر أجود. عطر أجود 190 درهم، 190 درهم. باش ما ننساوش تقولوا هذا عطر ديالي كنستعملو، ها هو كيرسوس من شركة الهامبرا، شركة الهامبرا. وكما نعود نذكركم، الهامبرا، أرض زعفران، لطافة، أصدار، إنماء، كلهم هادو شركة واحدة، راه كلهم شركة واحدة. بعض الناس ما كيفرق ما بين أصداف، ما تقول لك هذه أصداف، هذه لطافة، هذه أرض الزعفران، الناس ما كيعرفوش كيفاش يشرحوا للناس. عرفتي تخيلوا دابا غير رائع، رائع جدا. هذا غير حركت بحال هكا، شديتو زعما غير قربتو مني، شميت ريحته بيرسوس. هذا رائع. كي كدير كتشم ريحه العنبر، رائع جدا بيرسوس من شركه الحمبرة. هذا اللي كيعرف واحد العطر باهظ، باهظ من العطور النيش العالميه اللي هو ديال شركة ديمارلي بيغاسوس، حطوه تقريبا نفس المهم في القرعة قلدوهم هو. كما كيقولوا الأخ الغير الشقيق ديال بيغاسوس ديمارلي، بيغاسوس ديمارلي تقريبا واحد 3800 درهم، 4000 درهم. هذا راه ثمن جد 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 مناسب، بيرسوس من شركة الهامبرا، كيبقى ب 170 درهم، 170 درهم. عطر رائع وعطر راقي، وصراحة الثبات والفواحان ديالو رائع جدا. هذا الرجال حتى النساء يقدروا يستعملوه. عطر بيرسوس هنا خلطة لطافة، خلطة لطافة، عطر رائع من العطور الرائعة المفضلة، عود رائع، يعطيك واحد الإحساس اللي هو قليل فيك تلقاه في العطور. هذا عطر خلطة لطافة رائع جدا، خلطة لطافة الثمن ديالو 190 درهم، عطر رائع من العطور المفضل. وهنا عندنا أنا الأبيض حمراء، محبوبة الجماهير شهية، راه مقطوعة دابا في السوق، كل واحد اش كيقول فيها. المهم أنا الأبيض الحمراء راه زوينه بزاف، ركينا حتى ديال الشعر ديالها، ها هي عطر الشعر يد حمراء، رائعه جدا، والناس بزاف كيبغيوها. 60 ملي حتى هي، ماشي 100 ملي، 60 ملي. عطور الشعر تاهم متوفرين عندنا اللي بغاهم تقريبا في جميع الانواع، كاينين عطور الشعر. واخيرا وليس اخيرا، عندنا اللي كيقلبوا عليها البنات ويقلبوا عليها العيالات ويقلب عليها كل شيء، أميرة العرب. ها هي أميرة العرب، راه كانت قطعات عاوتاني، عاودنا وجدنا فيها شي كمية قليلة للزبائن ديالنا وخوتنا وخواتاتنا. المهم كنحاولوا نجيبوا لهم السلعة ودائما الجودة والاصلي، دائم الجوده والاصلي. اصداف كما قلت لكم، اصداف يعني لطافه، يعني ارض الزعفران، يعني الهامبرا، يعني انماء، كلهم مهم. هذه داروا لها اصداف،
أميرة العرب، رائعة جدا، شي حاجة زوينة. البخور ديالها البنات ولا الرجال ولا النساء اللي كيتفرج في الفيديو ما تاخذوش، انا ديما كنقول لكم بخور ديال لطافه ديال ارض الزعفران راه ما بخورش زوين. البخور خذوا بنافع، خذوا سدر الخليج، خذوا الرصاصي، خذوا هذا، خذوا سويس عربيات، كاين بخور انواع بزاف. اما في البخور لطافه ارض الزعفران صراحة ما داروش بخور زوين. مهم، هاي أميرة العرب راه كاينة حاليا. مهم راه اللي بغاتها راه الكمية راه محدودة، ديما كنقول لكم الكمية راه محدودة. الثمن ديالها راه 200 درهم، 200 درهم. اللي بغات شي حاجة مرحبا. مهم كنحاول الفيديو حيت كما قلت لكم باش ما يكونش طويل، كنحاول ما نكونش طولت، حاولت نختار لكم عطور. فيديو اخر ان شاء الله نعاود نختار لكم عطور تكون راقيه وتكون تستاهل انك تبيعها وانكم تستعملوها. ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وديما تستناو معنا الجديد واثمنه مناسبه. ومرحبا اللي بغى يتواصل معنا ونشرحوا ليه. مهم الحمد لله على كل حال، والله يسر الامور. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. وفيما الاثمنه تنقصوا كان شي تخفيض راه غادي راه غنحاولوا باش نعلموكم، فيما كان شي تخفيض نحاولوا نعلموكم. ونخليكم دابا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.